مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. نحن معكم مباشرة من ساحة النور في طرابلس، حيث يتم في هذه الأثناء تجمعات في هذه الساحة بغية تجديد الثورة وبالتأكيد على استمرارية الثورة. طبعا هؤلاء الشبان أخذوا على عاتقهم بأن يقوموا بهذا التحرك يوميا في مثل هذا الوقت، تأكيدا على استمرارية الثورة والقول بأنهم لم يتراجعوا يوما عن مطالبهم. فنبدأ بالحوار، أبلش معك. شو هو اليوم وهيدي الفترة اللي مبلشين فيها جولة جديدة من المظاهرات، شو بتتأملوا من هيدي الجولة الجديدة انها تحقق؟ نحن من 17 تشرين ونحن موجودين بالشارع، يمكن بتخف شوي بتقوى شوي، بالنهاية وصلنا لهذا اللي انت وصلنا له. انا اللي بدي اقول اليوم للشعب اللبناني، شو بعدك ناطر؟ شو بعدك ناطر؟ في اكثر من انسان يخسر كرامته بهيدي البلد؟ ما لازم نقبل نخسر كرامتنا. هيدي الساحة بتساعد الكل، يتفضلوا شعب طرابلس، شعب عكار، شعب الضنية، يتفضلوا ينزلوا على الشارع. ساحة النور بتساعد الكل. نحن مطالبنا محقة، مطالبنا هي الحليب والدواء والبنزين والكهرباء، ما راح نقضيها حكي على الفاضي. انا اللي بدي اقوله اليوم مطلوب من الشعب اللبناني ينزل على الشارع بكل لبنان، ما بس بطرابلس. بس بما انه نحن هون انا والشباب موجودين بساحة النور بطرابلس، مطلوب من شعب طرابلس ومن كل شعب اللبناني ينزل اليوم على ساحة النور حتى نعبي ساحة النور، لحتى نصرخ بوجه دولة فلسطين اللي وصلونا لهون. ما حنعدد المطالب، راح نقول انزلوا على الساحات، انزلوا على الساحات، انزلوا طلبوا بحقكم، انزلوا خدوا حقكم، لانه اذا بقينا قاعدين بالبيوت حيوصل الذل اسا لقدام اكثر واكثر واكثر. رسالتي لكل الشعب اللبناني، اذا ما نزلتوا على الشارع واخذتوا حقكم ما حدا ينزل يمشي ورا حدا. هيدي الساحه للعالم كله، يتفضلوا كل الشعب اللبناني ينزل على الساحه ويطالب بحقه من هيدي السلطه الفاسده. مش بابا حدا يفشل لنا التحرك تبعنا، نحن الجيش اهلنا، نحن ذكرى المؤسسات العسكريه، كرمال العسكري المعمل يعلو تحاليل. اليوم نتمنى من كل شعب طرابلسي والشعب اللبناني هالساحة بتساعد الناس كلياتها. اليوم نحن نسيك كرمال ابسط شيء، كرمال هذا الطفل، كرمال علبة حليب، كرمال علبة الدواء. امي لا يومين عم تبكي معملين لها دواء، اقل شيء انا انزل. انت كمان كنت موقوف من كم يوم بسبب رأي، بسبب مثبت رئيس الجمهورية. اليوم هذا رمز ممنوع تسبه، اليوم هذا اوطى رمز بلبنان، هو اللي خرب لبنان. اليوم بدنا نقول للنواب والسياسيين هن شرزموا المدينه، هن دمروا اولاد المدينه. نحن اليوم الجيش اهلنا مع مؤسسات عسكريه، اسمع منيح عشان ما حدا يتحلى كثير، لانه هلا السلطه بتطفش واحد يضرب حجر على الجيش، نحن ضد هالشيء. الجيش اهلنا واخواتنا هن موجودين مثلنا مثلهم، نحن ضد النواب والسياسيين. هلا كل يوم عندنا تحرك، كل يوم. هلا ملحوظ انه في تاهب للجيش وفي اليات وعناصر بالعشرات للجيش. لحميتنا بيعرفوا الجيش، صار الجيش بيعرف اللعبه. النواب والسياسيين بيدفشوا علينا حدا لحتى يفرطوا لنا التجمع تبعنا. اليوم الدوله كلها بتعرف اللعبه، ونحن بنطلب من قائد الجيش من هون من مدينه طرابلس، قائد الجيش انت ضمانه لبنان. انت ضمانه لبنان، تفضل مولاي. انا سؤال بدي اساله للشعب اللي نايم. على الترمبات عم تقفوا بالدور، على المستشفيات عم تقفوا بالدور، على الصيدليات عم تقفوا بالدور، شو ناطرين؟ بس يفهموا شو ناطرين لايمات، بس قاعدين عم تنزلوا على الفيسبوكات وتنزلوا خذ الديك شو عمل، فلان شو عمل، فلان شو عمل، داخل العالم كلها بتنضب. انا اول واحد نزلت على 17 تشرين وانا انضبيت بالبرنضاب، خذ الديك ضلوا عم يصرخ باعلى صوت، خذ الديك انا بضمن اولاد عشان بنزلوا شربوا، ورجونا مروجيكم. ما حدا الشعب نايم بس عم يبقى الدولار وعم يجي من برا وعم يشقف ويصرف. ورجوني اذا ما عيدوا ادويه، هسا جمعه ادويه ما حتلاقوا، بنزين ما حتلاقوا، كهرباء ساعتين عم تجي، انترنت ما في. ورجوني ما رجيكم كيف هلا هلا حتعيشوا، مصاري ما عاد لها قيمه، الدولار على 20,000 ما حيكون على مليون ليره مثل ما عم يقول الخبير الاقتصادي. هلا هالجمعه على 20,000 ان شاء الله، كل يوم على الفز 1000 و2000. ورجوني ما رجيكم على الارض هلا، نحن حننضب. صحيح انا ما عم مزح على الثوره بس عم روق من بعيد لبعيد، وانا عم اتحرك
على الله. انا بس بدي اوجه، انا بدي اوجه للشباب اليوم، انت شو مستقبلك؟ انت الشاب شو مستقبلك اليوم؟ انت شفت هالشباب عم ينزلوا على الشارع، قالوا من 17 20 لليوم وكلهم عم يشتغلوا عنك. اليوم انت عندك مستقبل، بكره بعد سنه في عندك انتخابات نيابيه، انت شو بده يكون دورك فيها هيدي؟ بس دليلي على دورك شو هو. اليوم انت المفروض تنزل وتابعنا لالنا من الشارع، نحن اهلك، نحن اللي وصلناك لهون، ونحن اللي ورطناك بهالزعماء، ورطناك بهالنواب. تفضل انت انزل على الشارع، ابنا بعنا من الشارع وعاد محلنا وقود هيدي المرحله. اليوم انتم في منكم خريجين، في منكم طلاب، في منكم محامين، في منكم اطباء، تفضلوا انزلوا غيروا هالواقع، انتوا انزلوا غيروا، كحشوا لنا الطريق وانزلوا وقفوا قدامنا. طيب اليوم قديش في رهان على الانتخابات النيابيه سواء مبكره ام بوقتها؟ هلا ما بقى حرزين نقول مبكره، هي اصلا يعني حتصير حيصير وقتها الطبيعي، ولكن قديش في ثقه من قبلكم على انه بالانتخابات رح يصير في تغيير؟ انا مشان هيك عم نادي، الطبقة المثقفة، من الشباب يتفضلوا ينزلوا يطرحوا حالهم. بيقول لك فلان عم يحكي لحتى يطلع على يعمل نائب، ايه يعمل نائب، اذا ثوري يعمل نائب، نعم، نعم يعمل نائب، ليش لا؟ ليش ما بيكون في عندنا مرشحين نحن كثوره 17 20 على كل بكل لبنان، على ال 128 نائب بكل الاراضي اللبنانيه؟ ليه ما بيكون عندنا لوائح موحده؟ طبعا نحن بدنا نشتغل للانتخابات النيابيه، نعم، بدنا نشتغل للمختره، نعم، بدنا نشتغل للبلديه، نعم، بدنا نشتغل للنقابات، نعم، نعم بدنا نشتغل لهم هول، لانه السلطه عم تشتغل للانتخابات، كل شغله هلا للانتخابات النيابيه، مبكره او غير مبكره. نعم الشباب ينزلوا، يعبروا، ينزلوا يستلموا مرحله. انتم بحق لكم تكونوا دعم للنواب عن الامه، بحق لكم، نعم، انتم كمثقفين، كاطباء، كمحامين، كخريجين. انت شو مستقبلك؟ الخريج شو مستقبله هلا؟ مستقبله يقعد ببيته ينطر الوظيفه؟ لا، ينزلوا هالشباب هن يستلموا المرحله. شكرا لك. بس اللي عطى امر بازاله البسطات تبعون البحر الشعب الفقير، هيدي معروفه شو رسالته، هيدي ليرجع يضم الشعب الفقير لصوبه، لانه هو عارف حوله بالانتخابات الجاي خسرانه. هو معروف مين هو اللي عطى الامر بازاله البسطات؟ ابو كرتوني. ابو كرتوني عطى الامر امبارح بازاله البسطات عن البحر. كرمال هذا ابو كرتوني، ابو كرتوني معروف، بيعرف حوله صار ابو كرتوني. المشاهد يعني بالمئوتي معروف مين هو. هو عطى امر امبارح بازاله البسطات عن البحر، راك يرجع كرمال يضب الشعب الفقير لصوبه، بس فشرتوا مين يرجع يضب الشعب؟ وانتم معروفين خسرانين باذن الله بانتخابات المقبله، خسرانين. انتم امبارح انتخابات المره الماضيه، اخر انتخابات مين انتخابات؟ هن بدهم يخسروها، باذن الله، وهن عارفين حولهم خسرانين، لحتى هيك عم يعملوا اعمال كرمال يرجعوا يضبوا الفقير لصوبهم، بس فشلوا هيدي فيها. بدي خبرك شغله، بال 1915 انا عندي ابني بالبريفيه، امبارح عم درسوا درس التاريخ سنة 1915، من وراء الحرب العالمية الأولى، من وراء المتصرفية التركية، صار عندنا مجاعة بلبنان، عم اضطر الشعب اللبناني يستعين بالمغتربين ليبعثوا لهم مصاري على لبنان من خلال الأسطور الفرنسي والأسطور الإنجليزي، بس لما يجوا المصاري من المغتربين على لبنان بسوق، من وراء سوق أمانة الموظفين ومن وراء الفساد، ما قدروا حلوا أزمة لبنان بالفساد، من وراء الفساد. نحن اليوم بال 2021 وصلنا لمحل صار عندنا مجاعة، وصلنا لمحل صرنا عم نستعين بالمغتربين بشكل 99.99%، بس بنفس الوقت من وراء سوء أمانة الموظفين ومن وراء الفساد كأنه هلا عايشين سنة 1915. هيدا الشيء كله من وراء مين؟ من وراء هالسياسيين يلي حكمونا 30 سنة وصلونا لهون. نحن أولادنا وشبابنا اليوم وصلوا لمرحلة انه هن بطل عندهم مستقبل، شبابنا بطل في عندهم مستقبل. انا برايي ما في شاب بيقدر يشتري بيت ب 300 مليون، ما في شاب بيقدر يشتري شقه ب 500 مليون اليوم. يعني نحن صرنا بمرحله شبابنا مستقبلهم ضاع بلبنان، وما حدا يقول لي غير هيك. اذا ما بنغير هالناس اللي حاكميننا، شبابنا هسه حيضيعوا اكثر واكثر، حتشوف الجرائم اكثر واكثر، حتشوف الشباب عم تحشش اكثر واكثر، حتشوف الشباب عم تحبحب اكثر واكثر. اذا ما شلنا هيدي السلطه الفاسده او غيرنا فيهم، نحن رايحين على المجهول، وما رح نقدر نرجع لبنان مثل ما كانوا يقولوا عن مسالك. شكرا لك. النواب لبنان ووزراء لبنان عندهم مثل هن كيمشيلو، خاصة نواب طرابلس، جوعوا بتحكموا،
هذا هو المثل تبع النواب اللي عندنا، جوعوا بتحكموا. بس خسأت خسأت خسأت، لك إلك عين بكل وقاحة تقول أنا نائب، إلك عين تقول أنا رئيس، إلك عين تقول أنا وزير. اطلع سافر حي البلد قل له أنا نائب بلبنان، شوف شو بيقولوا لك، شوف شو بيردوا عليك. لك بأي عين وقحة يا أسفي عليكم، كل واحد راسه ممكن هالقد، وبيملك ثورة هالقد، ثروة مصاري هالقد، وبيدخل لي سيجار وبيطلع بيقول أنا نائب أو أنا وزير. كيف إلك عين؟ شو كلمة نائب وزير؟ شو يا عمي الزعومة موقف، زعومة كلمة، زعومة للشعب. انتم موصفين عنا، نحن اللي وصلناكم لهون، نحن اللي عليناكم من شأنكم، نحن اللي عملناكم عالم يا حسينة البشر. بدي اقول للشعب، كيف بتسمح انت لمية و28 حقير خنزير يزلك ويقهرك ويحرمك ويفقد لك دواك ويفقد لك حليبك لأطفالك لأنه ضميركم مرتاح؟ وبدي وجه رسالة لمشايخ اللي بتعمل خطابات نهار الجمعة، من بعد أمركم يا مشايخ، إذا عنكم فعلا كرومة ومخافة من الله وعنكم ضمير، ادعوا الناس بخطبة الجمعة ينزلوا يطالبوا بحقهم يا عمي ورحين بهالبلد. وبدي وجه رسالة لقائد الجيش، يا قائد الجيش طفح الكل طفح الكل، انت اللي اسمك بي الكل، اضرب من حديد، الأمر لعلك، الكلمة لعلك. انتو اخر مؤسسة نحن نرفع راسنا فيها، هالمؤسسة كل الدول بتشهد له، بس النواب ما بيشهدوا له كل الدول. كل الدول بيقولوا عنكم حرومية، نهبت البلد، دمرت البلد، اقتلتوا البلد، ظلمتوا البلد، سرقتوا البلد. نحن ما هذا ما طلبنا، بس هلا ما طلبنا من البداية هو النهب، هو الظلم والقهر. يا عيب الشوم عليكم، لك اتفه اتفه، سرمية الطفل تسويكم يا عيب الشوم عليكم، يا عسفي على هيك نواب. الله لي الله يزلكم، الله ينتقم منكم بجاه النبي. لك تقولي ما مطلع وشي، ما مطلع وشي. بس سؤال عندي، سؤال اسليك، احنا اليوم يلا يلا اليوم موجوع الشعب اللبناني، اليوم موجوع الشعب اللبناني. أنا بحكي باسمي وباسم كل أب لبناني، نحن هم قطعين الحليب لنا خمس أيام، نحن اليوم الخامس ما في حليب بالصيدليات، أطفال بابا معها حليب. يعني واحد معه مصاري ما قادر يشتري حليب لأنه ما في حليب بالبلد. نحن ما بدنا ناكل، بدنا حليب لأطفالنا. ندعي شباب أهل طرابلس كلها تنزل على الأرض بقى، لأنه هون طبعا كل. ما عاد في حدا سكتنا اليوم عندنا خيار الا نزلت الشارع. ما عاد في حدا سكتنا، في اطفال بلا حليب، في ناس عم تلاقي ميت من الجوع، في ناس بدها دواء، كهرباء طلع ما في، ساحه النور ما في كهرباء، ما عاد فينا نسكت. ما عندنا خيار يا شعب لبنان الا نزلت الشارع، الا نزل بوشهم، الا سعد العهد. انت من هيك ما عندنا خيار، نحن حنطلعوا شغله مش بعدها يصطادوا ميت الاكله، مع الجيش ما لنا عليه، الجيش اهلنا وجعه من وجعنا. كو عم يدخل وجعه من وجعنا، نرجع نطلب من قائد الجيش بانقلاب على السلطه، بانقلاب على عاد. انت من هيك بقى على خيار، كبوه بسمله، هاد مانونا، مين ومش طلعان؟ شافت نايم الانسان مصبرينه ميت، مين وجبران بيسيل؟ شافت حرومي، مين حسن نصر الله؟ اكبر حرومي. مين هنا النواب طرابلس؟ مين هو سعد الحريري؟ لك مين مين هون؟ شو هون؟ هون هون شو بيعنوا؟ شو بيعنوا بالحياة؟ هون زبالة البشر، شو بيعنوا بالحياة؟ هون دمروا هذا الطفل، هذا الطفل يا ناس عم يدلوا خمس ايام بلا حليب، وانا نزلت كرمال هذا الطفل وبنزل كرمال 100 طفل. الله اكبر عليك، بابا تفرم عليك، نحن نزلنا نموت. بس اليوم مشكلتنا هنا مع الجيش، مشكلتنا مع النواب والسياسيين. يا شباب اذا انا مشاهدينا الكرام، يلا يلا I want to send my voice for human rights and for UNICEF, for UNIFIL, for ENERWA. We don't have milk, we don't have electricity, we don't have medicine for our kids. وين الحقوق الانسان؟ وين الحقوق الانسانيه يا وزراء؟ انتخبناكم يا نواب. العالم اليوم عندهم وجع، حسوا بالوجع يا اصحاب الاموال، يا اصحاب الثقافه. شو هالقلب انت اللي بده اليوم؟
العالم جهاني ما عندنا كهرباء، لا عندنا كهرباء، لا أدوية، لا حليب للأطفال. يا أبو الشوم عليك، ها هيك ثقافة وبس. إذا مشاهدينا الكرام، يعني قلت لي بدك تقول شيء أستاذ، ضيف شيء على اللي قلته؟ لا لا، بدي بس إنه أدعي الناس، وأدعي، وأنا عسكري متقاعد، وبدي أدعي رفقاتي العسكريين المتقاعدين، ويقول لهم إنه هيدي الثورة ثورة شراء وطن. نحن جايين نشتري الوطن، جايين نسترجع وطن. اليوم حقوقنا كعسكريين متقاعدين يعني ما بقى شيء جنب حقوق الناس كلها، جنب حقوق جنب الوطن. فبدعي رفقاتي العسكريين المتقاعدين، تفضلوا إذا بتريدوا، خلينا نكون نحن بهذه الثورة، خلينا نكون نحن معودين على النظام، معودين على نمشي بشكل صحيح، على عدم مخالفة القانون. فلذلك بدعيكم رفقاتي. بالاتهامات اللي عم تتوجه للعسكريين المتقاعدين إنه هن عم بيروجوا لشخصية معينة، الكل صار بيعرفها. اليوم تقول لك شغلة، نحن كثوار 17-20، وهلا قلت لك يا بلالة، شو المشكلة إذا طلع عنا نواب مثلا؟ عم بفهم أنا شو المشكلة عنا؟ أنت قصدك على جورج نادر صحيح؟ طيب شو المشكلة إذا جورج نادر عمل نائب؟ ما بعرف، صار من 2017 حتى شامل ركز كمان عم بيصير. شامل ركز زلمة متسلط، شو بدنا فيه؟ هذا زلمة متسلط وصار رئيس جمهورية وما عم يطلع من توبه. نحن عم نحكي على الباقيين، شو المشكلة يطلع المحامي الفلان نائب؟ شو إذا كان من الثوار؟ ما عم بفهم إنه ليش هالهجوم، إنه إيه نحن شو عندنا بديل؟ شو بديلنا؟ طيب أنا حملنا ثورة، طيب على بكرة جاي الانتخابات، شو عندنا بديل نحن؟ شو قادرين نقدم نحن؟ إذا ما عندنا قيادة ثورة مثل العالم مثل الناس، وتفرز مرشحين للمجلس النيابي وللمختارية وللرئيس البلدية، شو عندنا؟ شو بدنا؟ اللي بيقول إنه هي الثورة بلبنان بتختلف عن غير دول، ما في رؤية موحدة، لأنه بتعرف إنه الموضوع متشعب، أحزاب طائفية، وتر طائفي على طول بينلعب عليه، مناطقية بتلعب دور، وبالتالي ما فينا نقيس الثورة بلبنان والقاعدة بلبنان على أي ثورة بدولة. كيف شو هو الحل يلي ممكن يتقدم للشعب اللبناني يتخطى هيدا الموضوع بعيدا عن الشعارات؟ ثورة ثورة 17-20 نزلت باللا طائفية واللا مذهبية. هلا في ناس عم تمذهبها بمكان ما، عم تطايفها بمكان ما، ولكن هي كنهج 17-20 هو نهج وطني بامتياز. اليوم هيدي المذهبية والطائفية نحن عم نجرب قد ما فينا ننبزها من الواقع تبعنا، من الواقع الطرابلسي، من الواقع البيروتي، من الواقع الجنوبي. اليوم معلش، اليوم بيكفر رمان، فرمان معقل، معقل حزب الله وحركة أمل بالنبطية، بصور، بصيدا، بكل المناطق في ناس فعلا صار في عندهم وعي ثقافي. اليوم بتقلي شو البديل؟ البديل الرؤية اللي عم تحكي، الرؤية اللي عم تحكي عنها حضرتك موجودة، بس آلية التنفيذ تبعيتها، آلية التنفيذ تبعيتها بدنا نشتغل عليها. اليوم ما بقى نلحق، إذا ما لحقنا هلا، من هلا بعد سنة لوقت الانتخابات النيابية، إذا ما بقى نلحق خلينا نقعد ببيوتنا وننضب، نرجع نستسلم لهيدي السلطة ونقول هال غلبونا. فلذلك نحن لازم نشغل عقلنا. انا معلش هذه الشتائم والمسبات والقصص هيدي انا ما بحبسها. ليش؟ لانه اليوم الثوره ما بتقوم بهالشكل، هذا بتقوم بالفكر. الثوره بتلم الكل وبتلم من ثقافات مختلفه ومن مناطق، فهيدي ما بتنضبط باي دوله. ما بتنضبط. تسالني شو البديل، شو النموذج البديل؟ النموذج البديل هو هيئه ثوريه بكل المناطق اللبنانيه، بطرابلس مثل ما صار بالجنوب، مثل ما صار ببيروت، هيئه ثوره، وينبثق منه مرشحين كان للانتخابات النيابية وكان للمختارية وكان للبلدية بكل لبنان، على صعيد كل لبنان. ما ممكن ننجح لما نشتغل بعقل، لأنه هني متكلين على غبائنا، نحن متكلين إنه هني ما عارفين شيء. لا، هيدي السلطة بتعرف كل شيء، أنا كنت بالسلطة وكنت بعرف. هيدي السلطة بتعرف الصغيرة والكبيرة، بتعرف كل واحد فينا كيف بيحكي، بتعرف كل واحد فينا كيف بيفكر. أساساً زعماء طرابلس يعني بيسموا حاله زعماء، بيفهموا كل واحد شو سعره وشو ثمنه. هيدي ثورة 17-20 كسرت هالقيود هيدي، كسرت هالمسألة هيدي وروحتها عند إلا عند البعض، بعض في ناس بعدهم بالذهنية القديمة. فلذلك لازم نجهز حالنا يا شباب، أنتوا الشباب جهز حالنا لانتخابات نيابية وكان لانتخابات بلدية أو اختيارية، لأنه ما في أمل للنهوض بهالبلد إلا ما تغير هالطبقة كلياتها. اليوم في مسألة مهمة، أعمار من 21 ل 30 سنة
في منهم أول مرة بينتخبوا، في منهم ما انتخبوا ولا مرة، في منهم انتخبوا لا أو قطعوا الانتخابات. هول بيشكلوا 40% أو 50% من الشعب اللبناني. اليوم هول الناس إذا نزلوا انتخبوا بكل جرأة وبكل صراحة بيغلبوا الأكثرية الباقية، الأقلية الباقية، لأنه نسبة الاقتراع اللي كان قبل هلا قد كانت 25 و28%، ما تعدت، خلي 28% ما تغير ذهنيتهم، بس بالمقابل 40%، هول 40% إذا انتخبوا بشكل صحيح بيسقطوا الباقيين. فلذلك لازم نشتغل أنتم كإعلام ونحن لازم نشتغل على الموضوع. الانتخابات النيابية يفترض أنه نشتغل عليه بكل جدية. نحن عاطينكم المنبر وأنتم اشتغلوا. لا انتم بتساعدونا، انتم الصحافي بتساعدونا. اكيد اكيد نحن فاتحين حريه التعبير ودائما بالساحه. انت كصحافي لك حق تنقل كل الافكار، وانا بعرف انه افكار هون وفي افكار بتعجبك افكار ما بتعجبك، انا بعرف هالشيء، ولكن نقل الافكار بهالطريقه هيدي والاضاءة عليها من قبل الصحافه هيدي اهم مساله، هيدي دوركم. انتم الثوره، انتم السلطه الرابعه، انتم الثوره، فلذلك كونوا معنا، كونوا بيدكم بيدنا بهذا الموضوع. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، يعني هذه هي الاجواء من هنا من ساحه النور اليوم. من الواضح جدا بان التحركات يا ناس، التحركات يا نواب، ما تنسوش تعرفوا علينا لانه نحن ناس موجوعين. وعلى بكره حبيبكم ثوره. مشاهدينا الكرام، يعني هذه الأجواء من ساحة النور. على ما يبدو بأن وتيرة الاحتجاجات ارتفعت عن الأشهر القليلة الماضية أقله. هناك حضور لوجوه جديدة ولمجموعات متنوعة اليوم. هناك توعد من قبل هؤلاء الشبان على أن التحركات ستكون يومية وسيأتون كل يوم للساحات للتعبير بشكل سلمي، ويؤكدون على هذا الموضوع بعيدا عن أي ألفاظ مسيئة لأي مؤسسة وبعيدا عن أعمال الشغب. وهم يؤكدون مرارا بأنه لا مشكلة إطلاقا مع الجيش اللبناني، وأن هناك من يحاول يعني بين الحين والآخر أن يدس بعض الشبان لإثارة الشغب وبالتالي التصادم مع الجيش اللبناني. هم يؤكدون بأنه لا مشاكل مع الجيش اللبناني، وأن الجيش اللبناني المتواجد في هذه الأثناء هنا في ساحة النور هو موجود فقط لحمايتهم. إذن هذه هي الأجواء من هنا من ساحة النور في طرابلس. سنبقى مع حصول أي جديد وتطور أي طارئ دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.